الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. الأسرى الإداريون في سجن النقب يرجعون اليوم الدواء للأسرى المرضى ضمن البرنامج النضالي الذي انطلق مطلع يناير الماضي. لجنة دعم الصحفيين توثق تعرض 8 صحفيات فلسطينيات لانتهاكات إسرائيلية منذ بداية عام 2022، تمثلت في الضرب والسحل والشتم والتهديد، فضلاً عن استهدافهن بالرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز ورشهن بغاز الفلفل. وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني تؤكد أن سعر الخبز المنتج من دقيق القمح الأبيض لم يتغير ولم يحدث أي ارتفاع، لافتة إلى أن سعر الكيلو يباع ب4 شواكل للمستهلك. الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بن عيسى يقول إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل انشغال العالم بالحرب الدائرة في أوكرانيا لتكثيف وتنفيذ أجندتها الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين. روسيا تعلن مساء الاثنين وقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بدءاً من اليوم الساعة 10 صباحاً. نهاية الموجز، في أمان الله.